بنروح لآخر أخبار اليوم، وهذا الخبر لسه كان نتناقش فيه أمس وغيره وغيره. هذا الخبر يقول إنه الذكاء الاصطناعي واللي أيضا دور الأزياء والعلامات الكبرى لكثير من البراندات هي الحين متجهة إلى استخدام عارضات افتراضيات للتسويق لمنتجاتهم. السؤال يقول يعني هل ممكن أنه نشهد نوع جديد من المهن التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستبدل البشر فيها؟ إيش رأيك يا أودي؟ يعني من ضمن الأشياء اللي سهلة ممكن الذكاء الاصطناعي يسويها للموديل، ما توقف وتسوي لكم حركات. أي بس الإيموشن، أنا أتكلم عن المشاعر والإيموشن والملامة. لما أنت موديلينج ما هذا موديل ما تحتاجين تعابير في وجهك، وجه فلات ما في أي شيء، بس تصرفات وحركات بس أشياء ثانية. لا بس أنا ضد الذكاء الاصطناعي، أنا خايفة منه. اتفق معك، يعني شوفي انا احس ان هي خطوه حلوه، لكن ارجع اقول دائما في كل شيء ممكن انه احنا نفتقد الى شيء معين اللي هو العواطف، الملامح، صح. التاثير، التفاعل، هذه الاشياء اللي احس هل ممكن الذكاء الاصطناعي يوصل لمرحله انه يقعد جنبي وانا ما اميز اذا كان هو انسان او كان ذكاء اصطناعي؟ وهذا اللي اتمنى انه ما يصير بصراحه. لا انا اتكلم عن هذا موديلنج، يعني الفاشن بدور الازياء احس انه شيء سهل، ويمكن بعد ارتفعت اسعار العارضات الازياء صارت اسعار أشكال مهولة، فقالوا إحنا يلا نوفر. مشاهدينا.